من الاول نرحب ونصبح بالشيف ناهد، الدكتوره بقى ناهد الحنبلي. بنرحب ونصبح عليكي، واهلا وسهلا بك. يسعد لي اياكم يا رب، وحشتوني والله، وحشتوني وحشنا بيتنا احلى، وحشتوني كثير حبايبي. كنت متالقه في الوقفات بتاعت فلسطين؟ طبعا شاركت فيها كلها، عند الايفنت وفي الميدان وفي مواقع مختلفه الحمد لله. على الاقل نقول كلمه، يعني لو احنا مش قادرين نعمل حاجه. وانت اصل فلسطيني نابلسي، فلازم بقوة كمان. بالضبط، يعني على الأقل إنه في ناس بتقول لك إيش الفائدة؟ لا، في فائدة على الأقل إنه نوصل اسم صوتنا للعالم، إنه إحنا مش موافقين على الظلم اللي بيوقع على يعني أهل فلسطين. الحمد لله. الله يسلمك يا رب. المنيو بتاعنا النهاردة، المنيو تبعنا فلسطيني كامل اليوم، وخاصة من مدينة غزة الحبيبة. الله الله ما شاء الله. فأنا رح أعملكم اليوم الفتة الغزاوية، تمام؟ والسلطه حتكون الدقه، عقولتهم هم الدقه الغزاويه، تمام. وحاعمل كمان الحلو، حيكون طبق اسمه اليانسونيه، بس اليانسونيه طبق فلسطيني يعني لكل فلسطين. طبعا انا حشب اليانسونيه كده زي البسبوسه، بتشبهها كده، او صينيه الحلبه. ايوه بالضبط، زي بتشبه البسبوسه او بتشبه صينيه الحلبه، بتشبهها خالص يعني، لكن حنستخدم اليانسونيه. بتعملوا الحلبه صينيه حلو؟ طبعا. حلبة مريحة مش حلوة؟ ده لسه نازلة من فوق اصلا، في حد الظهر بيعمل حلبة عندنا فوق، فتسنيم مش قادرة، في ريحة حلبة ومش طايقة ليها. ليه مش شامة يا ندى؟ شفتي اليوم حتشوفي الناتج النهائي لليانسونية. لا، اليانسون ريحته حلوة، انما الحلبة لا. بس نغطي على جريمتها ازاي؟ يبقى هعملها لك بقى ما دام كده. انا هعملها لك. الله الله، ذوقي طعمها ازاي، خرافيه. صينيه الحلبه طيبه جدا. يعني هي شيخ بتحطي بتشبه مكونات اليانسونيه، بس بتحط الحلبه لها طريقه بتتنقع وكذا، يعني عايزينها ما نحرقش الحلقه بتاعتك. ما نحرقهاش، ايوه خليها لوحدها. حلقه الحلبه دي اليوم هنعمل لكم اليانسونيه. ايوه هنبدا الفته الغزاويه، وبعدين الدقه اللي هي السلطه، وبعدين اخر شيء الحلو. نبدا بالفته الان. الفته طبعا اهم مكوناتها اول شيء الدجاج. هلا انت حره بكميه الدجاج، انا اليوم جايبه فرخه ونص، تمام. ممكن انت تجيبي قد ما بدك يعني حسب ضيوفك اللي عندك، تمام. فطبعا الدجاج حنسلقه بالمي، انا جهزت المي طبعا. حنحط له بهارات عاديه وورق غار، هذه اول مكون. المكون الثاني الرز. طبعا الرز عادي اللي هي طبعا حيكون عادي، ملح وزيت، تمام. بتعمل بالطريقه التقليديه العاديه، الطريقه التقليديه خالص يعني، لكن انت ممكن تخلطي يعني الملح، عفوا الرز تحطي من الطويل ثلثين، عفوا من القصير ثلثين، ومن الطويل ثلث الكميه. تمام. بعد كده عندك طبعا هي لوز لازم على الوجه، اوكي. وعندك الرقاق. الرقاق ممكن انا افتكرته عيش سن بتاع الدايت. لا هذا رقاق والله. هلا في السعوديه بيقولوا ايوه ده رقاق اسمر. في طبعا ابيض اللي بيكون معمول بالدقيق الزيرو، الرقاق المصري الابيض. بس هذا انا كثير بحبه، عرفتي. هذا طبعا اهل غزه بيستخدموا الرقاق الابيض. اهل غزه بيستخدموا الرقاق الابيض. هلا في منهم صاروا يشكلوا، الجيل الجديد يعني صاروا يشكلوا. هلا انا في المقادير المفروض تكون نزلت حاطه كاتبه تنزل اهي، بتلاقيش نزل على الشاشه في المقادير. ايوه بصي على طول كاتبه اما الرقاق اللي هو الابيض. طبعا هذا بالسعوديه بيقولوا له مرقوق كمان، لهم طبخات فيه. تمام. فاما الرقاق الابيض او انك ممكن تستخدمي كمان تجيب الخبز اذا ما عندكيش خالص، اللي هو الخبز الشامي الرقيق، تقطعيه وتحمصيه تشويه بالفرن او تقليه. دي طريقه ممكن برضه. في ناس بتستخدم ورق السمبوسك كمان، الرقائق هذه برضه بيقلوها وبيستخدموها. فانت حره يعني، انت اي رقاق بيريحك. انا حبيت اليوم شوي اكون اجيب حاجه مختلفه، صحية، نوع من التغيير وصحيه. ده في رده بالضبط. ايوه فجبت الرقاق الاسمر، طبعا هو ناشف، وحتى لو تبل هذا ميستون ما بينفش، ما بيتراش كده وبيبقى معجن. احنا مش عايزين حاجة تعجن بعد ما تحطي عليها الصوص. تمام. نيجي للصوص. أيوة. وهي اهم مكون بهاي الفتة. كمية التوم اللي محطوطة رهيبة. أيوة. ايه ده كده كيلو توم ولا ايه؟ ده انا بس جايباه ديكور والله يا روحي. يا روح انا مجهزه لكم قلبك وانا هاخده معايا وانا مروحه بيتنا، بدل ما اقعد اقشر التوم. اصلا هعمل سمك بشر النهارده ومحتاج ايه يا دلي.
وطبعا استغلال على الهواء مباشره وكميه فلفل كبيره جدا. فلفل حر طبعا، اهل غزه بيحبوا الحر، بيحبوا الحد كده الحر. اهل غزه انا بحسهم شبهنا جدا في مصر في الاكل. ايوه الحراره كده العاليه، الحراره طبعا. انا زي ما قلت لك ده ديكور، ولا انا مجهزه الطحنه ومجهزه لكم كميه فلفل فظيعه يعني. ريحه طالعه. ايوه استر يا رب. ايوه بس طيبه طيبه خيال الاكل. طبعا فلفل كتير طيبه فوق ما انا اتعلمتها من، يعني انا زوجة اخوي الكبير من غزه اتعلمتها. والدتها ما شاء الله الله يرحمها كانت تعملها، وهي تعمل الرقاق، هي تخبزه كده على صغير. خيال البركه دول. كان على فكره دي تاني وصفه تجيبي فيها سيره مرات اخوكي. انت ليكي وصفه تانية من فتره كده، هفتكر انك قلتي ان دي القرع. لا مش القرع، لا كان في وصفه وقلتي تحيه لمرات اخويا رمضان عشان انا ما كنتش موجوده في رمضان. استني انا مش فاكره الوصفه ايه، وبصراحه كانت طالعه من ايدك يعني. شكلا طبعا انا ما لحقتش ادوقها قبل ما امشي، بس كان شكلها كنتوا صايمين. شكلها كان انا مش حاضره فعلا لان انا ما سمعتش. احنا طبعا كنا الاسبوع الاخير من رمضان محضرين الكعك الفلسطيني والمعمول والحاجات دي كلها، بس طبعا كان عشان ظروف القدس والاقصى وغزه وكده وقفنا طبعا هذه الحلقه، والا والله كان كله جاهز لعله خير. المعمول الشامي بصراحة بيبقى تحفة تحفة. وهنا في كمان كذا فرن فلسطيني بيبيعوه، يعني عظمة على عظمة. عظمة على عظمة. لو دقتي بتاعي كنت قلتي حاجة ثانية. دوقه مش هيروح له. حلو قوي ثقتك في نفسك. أيوة. يا دكتورة ناهي الدق بتاعي أنا وهحببك يعني في الأكلة وفي الوصفة وكده. اللي عندي بكفة ثانية. الله يا واد كفاية إنه من إيديكي. الله يسعدك. به البركة. الله يسعدك. طبعًا الليمون عنصر أساسي. يعني أنت لما بتطحني الفلفل بتدقيه وبتدقي التومة بتهرسيها، بتخلطي معاهم الليمون، وبعدين آخر حاجة لما بتطلع لك مرقة الدجاج بتاخديها بتسقي فيها هذه الخلطة. بعد كده بتجيب الصدر كده الصينية بتحط الرقاق. يلا بينا نبتدي نشوف معاكي بقى. أول حاجة طبعا وأهم حاجة اللي هو الفراخ، احنا عايزينها تلحق تستوي. تمام تبليها بملح وفلفل. انا حاطه لها ملح وبهار، وبعدين هلا حشيل كمان لو طلع ريم راح اشيله. مجهزة لها هنا بصل بهارات مشكلة. انا مش لها بنفس الطريقة نفس ياها. خلاص ما فيش غيره. ما حدش فيه اي فصال. خرجي لا على فكره انا جربتها مره برضو. بس حسيتي بايه وانت بتجربيها؟ كنت خايفه جدا. انا حسيت بتأنيب الضمير. كنت خايفه جدا بس النتيجه بعد كده لا يعني. ايوه مرضيه نفسيا. مرضيه تحسي كده الدجاج لها اي ريحه. فعلا ما فيش ريحه خالص. يعني بقى الدجاج كده طيب ونظيف، عرفتي؟ فيعني فعلا واخدنا من دكتور عشان ما حدش يقول لنا بتفتح. ايوه يعني ما فيش مختبرات كمان يعني. ما فيش تخصص عميق بقى. خلاص يعني تمام. هلا كمان عندي الرز. انا حطيت الدجاج حستناه طبعا لحد ما يطلع الريم بتاعه، واشيل الريم، وبعد كده طبعا حضيف له البصل مع البهارات. اوكي الان الرز انا حطيته على النار، شغلت عليه النار عشان نكسب الوقت. تمام حط له ملح وزيت. انت قلتي الرز ده ميكس؟ ميكس تلتين صغنن اللي هو المصري وتلت كبير. التلت اللي هو البسمتي او البسمتي. ايش معنى الحركه دي يا دكتوره؟ في بعض الناس تقول دي ده هيستوي قبل ده. لا سبحان الله، يعني كانه ده بيدعم ده، بتحسي انه فتح كله كده كل رز زي الكنافه. قلت يعني بعض الحبايب بقول ايه هاتم الكنافه الاول، يعني كده بيبقى طعمه طيب خالص. احنا بنقول عليه بيفشر، بيعمل يعني زي الفشار كده بيفتح جامد. ايوه بتبقى كده كل حبه بحبتها، فبيبقى كتير طيب، عرفتي؟ فهلا شوفي في اكلات يعني زي مثلا عندك المحاشي لا بنستخدم فيها بس الرز الصغير، عرفتي؟ احنا في مصر كمان بنستخدم رز التموين اللي بيبقى عباره عن الرز مكسوره ربع كده تقريبا، اللي بيبقى صغنن خالص صغير خالص. فانت يعني حسب اكلتك. في اكلات لا بس رز صغير. يعني في اكلات معينه، في حتى عندنا اللي هو طبعا انا بس شوي يتقلب الرز راح احط له مي واغمره زي العاده. انا حاطه له ملح واستنى يعني يستوي. تمام طبعا مجهزه انا كمان للفته مجهزه لوز راح اقليه. دي سلقيه الاول؟ سلقته وقشرته وقصقصته كده. تمام طبعا بياخذ وقت، فعملته اكيد جهزته بالبيت. بعدين الان انا راح يعني احمصه عشان استفيد من وقتي شوي. طيب خلينا كمان نشوف الطريقه. التوم عندي تشوق اعرف التوم والليمون والفلفل ده هتعملي فيه ايه. دي قلتي اسمها ايه دكتوره؟ اسمها الفته الغزاوي. لا الثانيه. الدقه. هذه الدقه. طيب عارفه احنا بنقول عليها الدقه. الدقه انا هتطلع شبهها هم كده يعني. هي هم شكل بيحطوا لها بصل.
ايوه هلا خلينا نحكي عن الدقه، خلي شوي اللوز يتحمر كده نكسب الوقت. انتوا بتحبوا المكسرات على الاكل يا دكتوره ناهد؟ سواء بقى بتحطوا على الاكل الحادق او في الحلويات على طول بيحطوا سكر، بيحطوا المكسرات. ده بشوفه في اهل الشام كلهم معظمهم. شوفي هي المكسرات سبحان الله، هلا مش كل حاجه يعني اليانسونيه اليوم لا ما بنحطش مكسرات، لانه حيكون فيها ينسون، حيكون فيها شومر، يعني الحبوب اللي فيها هي حتغطي المكان. أيوة. فما فيش داعي انت تقعدي تحطي مكسرات ملهاش معنى. بس هي انا تقصد ان احنا فعلا خلال الايام اللي فاتت لاحظت كل شفتنا الشوايم فعلا صنوبر كله بشكل عالي جدا. نعم حتى الكبه بنحط لها، يعني بعض الناس بتحط جوز، بعض الناس بتحط صنوبر، بعض الناس بتحط فستق حلبي جوه حشوة الكبة. أيوة. بتعطي طعم فظيع يعني. وده مخلينا بقى واخدين اعتقاد ان المكسرات عندكم رخيصة جدا. غير عندنا احنا بال 200 و300 و400، فبالتالي الاسعار غالية جدا. فاحنا قلنا خلاص بيبقى الشباب عندهم مكسرات رخيصة طالما بيحطوها في كل حاجة. ابدا ده غالية خالص يعني برضو. انت شفتي اني انا شوفي هلا انا لاحظت حاجة غريبة، يعني انه بالاردن المكسرات ارخص مع ان الاردن غالية. يعني مدينة عمان من أغلى مدن العالم العربي، ولكن المكسرات فيها أنا لاحظت إنها أرخص من تركيا. مستغربة ليش، لكن يعني هلأ كمان كان في السعودية برضو كانت المكسرات أرخص كمان. يعني والله حسب النوع، عرفتي. لكن الفكرة إنه ممكن أنت تستخدمي أحيانا بدائل. يعني مثلا الصنوبر، شفتي انا جبت الصنوبر الصيني هذا، استخدمت بديل لانه الصنوبر كثير صار غالي. يعني اسعاره غاليه جدا. مش بس يعني سواء اللي هو الصنوبر الطويل، سواء بالسعوديه او بالاردن او بتركيا غالي جدا. يعني فبالتالي يعني انت حاولي توزني بقى، حاولي توزني انت. نعم. اللوز مثلا في ناس بتجيب اللوز اللي يعني انا بجيب، بحب اجيب اللوزه الكامله واسلقها واقشرها وكده. اللي بيجيبوا اصلا كده مقشر، عرفتي، وبيكون مقطع كمان وكده، بيكون ارخص طبعا هذاك، عرفتي كيف. فانت يعني كل واحد وظروفه وامكانياته اللي يقدر عليه. في ناس بتحط فول سوداني، بتزين بالفول السوداني والله بيطلع جميل وزي الفل. انا بعمل ده، عملته كتير جدا بصراحه. ايوه انا يعني الاسبوع الماضي كده كنت يعني طلبت من وحده اكله، فاستغربت جدا. مش هي يعني انه اكله يعني حتى يعني عاديه شعبيه، لكن تفاجأت فيها انها حاطه فول سوداني، مع ان احنا بنحط لوز او صنوبر عليها. عرفتي رز يعني اكله رز. أيوه أيوه. وفراخ. فهي مدبره نفسها عشان تعمل لك شيء اسعاره كويسه. انا استغربت فعلا سعرها كان مش غالي، فهي عشان توازن هذا الغلاء عملت كده. شطوره شطوره. نيجي للدقه نشرحها. طب قبل الدقه مش تعمل لنا بقى الصوص اللي هيتحط ده؟ هذا اذا بدي اعمله انا عايزه فود بروسيسور واطحن فيها، انا عايزه اقعد ادق. يعني هي طحناها في البيت. ايه اللي هيحصل فيها اصلا؟ اللي هيحصل انه انا شايفه، ورينا بقى. طيب وريه لنا بعد ما اتعمل. استني كده جبتك على طول. شوفي انا الان ابيض ده واضح كده، ثوم وفلفل، حاجه مولعه نار. مولعه مولعه وصلت لك. بس الحلبه برضو فوق مش شمتهاش خالص. المولع طلع كده مش اللي الحلبه. طيب ده هنا طبعا هو عاده الناس اللي ما شاء الله فيها طاقه وقدره بيكون عندها الهون بيبقى كبير. ده عايز ايد كبيره. ده ما لقيتوش لحد الان بتركيا الحقيقه، افتقده. كان هو الحديد، في الحديد وفي الخشب، بس خشب بتبقى ايده كبيره. حتى الدقه الغزاويه بيستخدموا فيها نفس الشيء. يعني الدقه الغزاويه بيستخدموا فيها حاجه زي كده، عرفتي، وبتكون الايد كبيره وبيدقوا فيها. لكن انا الحقيقه انا ده بيقول لي نحاس، غلطنا في البخاري. نحاس كلامه صح. بتاع السبوع. ايوه او يكون اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام امك. بتاع السبوع كنا بنطلعه من المطبخ يهزوه كده. اسمه الهاون، ايد الهون. لا فظيع، ايد الهون او ده الهون. لكن في كمان بتبقى خشب بس او فخار، بس بتبقى يعني ما شاء الله ايدها قويه كبيره كده، عرفتي، فبتدقي فيها فبتهرسه. لكن انا ما عنديش يعني، فاضطريت اخالف الشروط فهرست بالفود بروسيسور الثوم مع الفلفل. ده بس ثوم اللي هي الكبه يعني اخوانا، الكبه عادي. الكبه الثوم مع الفلفل. لسه ما حطيتش الليمون، لان انا هحط الليمون بالاخر وازيد من مرقه الفراخ عليهم اسقي فيها. مش قادره اتخيل الطعم هيبقى عامل ازاي. طعم فظيع 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 فظيع، مريعة دي خالص ومريعة. الشوربة ممكن تقلل شوية من الحرقان بتاع الفلفل ده، لأن ريحته صعبة جدا طبعا. هتحطي كمان يعني أنا مش كلها هستهلكها للتسقاية،
في المرقه. امال ايه؟ هتحطي كمان جنب الاكل، يعني انت هتحطي الرقاق ابيض ده بيتسقى بيه والرز. نعم. طب احنا لا احنا لازم نرجع لك نشوف التفاصيل تانية بشكل يعني مرتب، لان احنا كده تهنا شويه، فلما نرجع لك تاني تكون الفراخ استوت ونشوف الترتيب هيبقى ماشي عامل ازاي ان شاء الله. ويبقى معانا كده في الدجه، في الدجه قول لنا. طيب. بقى المقادير بتاعتها وهتتعمل ازاي. طيب هلا كمان الدجه انا بعت المقادير بتاعتها. اللهم انه لا هاي مش عايزاها، اللهم انه انا في المقادير ما كنتش كاتبه الفلفل، وهي اهم مكون فيها الفلفل. أوه. الفلفل الاخضر طبعا على الشاشه. ايوه اهم شيء الفلفل، هي حره اصلا دق غزاويه. طيب فهي طبعا ايه ده هلا هقول لك. هي اول شيء غريب، انا برضو اختصارا للوقت مجهزته. اه كويس. فاول شيء عندك البصل. تمام. عندك الطماطم وعندك ليمون حيكون. تمام. بعدين عندك الشبت، الفلفل، النعنع، بعض الناس بتحطه بعضه لا. الشبت في منه اللي هو الشبت الاخضر. أوه. وفي الشبت اللي هي البذور الشبت اللي هي بنقولها احنا ناشف. عين الجراده. انا فاكره عين الجراده ده برضو. ايوه عملنا كده مره، قعدنا نقول ايه عين الجراده ده، طلع في الاخر الشبت. هذه قبل الطحن، وهذه انا لتسهيل الامور علي انا طحنتها شوي ضربتها كده. هي عادة هي فعلا ريحة الشبت. ايوه ريحة الشبت فالصي. هي عادة بتلمسك دي وبتندق مع البصل، يعني بندق البصل بيتفرم البصل ناعم زي ما بنعمل مع الكزبرة. ايوه وبتصير تدقي البصل وتدقي مع دي وتحطي الفلفل. وكله بيصب على بعضه، ولكن نفس المشكلة اللي قلنا انه مش متوفر. البصل مفروض افرمه صغير وبعدين احط ده فوقه والفلفل وافضل ادق. تمام. بعد كده بتهرسي برضه الشبت والنعنع. فانا هنا مهرسه مجهزه. انت حطاه في الكبه؟ حطاه بالكبه مش دقيق. ايوه. تمام. وبعدين هنا ايش موجود هنا؟ هنا موجود فلفل. فلفل وبصله اللي هي المفروض ادقها احمر. فلفل احمر وبصله وليمون وزيت زيتون، لازم زيت الزيتون بهاي هذا. الان انا طب معلش ممكن معلقه، لان انا الخليط اللي تحت ده ظاهر لي من بعيد كده حاسه ان في زي قطن كده تحت او في حاجه. ده البصل. البصل هو البصل بصي له سمك كده معين، معرفش هو ظاهر لي انا كده ناعم خالص. ده البصل هاي شايفه البصل ده، انت عاملاه في الكبه جامد. ايوه. البصل مع الفلفل ده فلفل احمر. يعني زي كده زي هذا. ايوه الحراق خالص. الحراق خالص. فلفل مع بصله مع ليمون مع زيت زيتون. احنا هناكل الاكله دي وهنطير من الحرقان على غزه على طول. على غزه. ايوه طبعا انا خالص. هنا حبلش احط الان، يعني حبلش احط اللي هي اللي طحنتها شوي هحطها هنا. هو ليه بيحبوا يطحنوها طاز عشان الزيوت العطريه ما تروح. وابلش اهرس الطماطم خالص، لازم تتهرس، لازم الطماطم تتهرس خالص. عرفتي؟ انا حجهز بولة الان كل ما اهرس احط فيها. فهذا ليش نعمته؟ عشان اوفر على نفسي شويه. لكن كله لازم. عارفه شبه ايه؟ شبه الصلصه المكسيكي او اللي بيقول عليها اليمنيين السحاوج، الاسم بتاعها الدقوس قصدك يمكن. فاكره لما عملت السليق؟ أيوة انا أيوة. عملت جنبه صوص كده بالطماطم، هذاك دقوس اسمه. ده فيه توم التاني، ده فيه توم. الدقوس كان فيه شبهها يعني. بس كان فيه بقدونس الدقوس، يعني فيه فلفل، فيه توم، فيه طماطم. نفس الفكره، شبه الفكرة. لكن دي الاساس بصراحه انك تدقي. عرفتي؟ فالان انا يعني حبلش انه البصل مع اللي هو بذور الشبت مع الشبت الاخضر والنعنع والطماطم. الطماطم لازم تتهرس خالص معي، لازم تبقى ناعمه خالص، تبقى صلصه يعني. ايوه تبقى كده مهروسه. الواحد نسي موضوع الـ الهون ده. مش عارفه يعني الكيفيه تكون عامله ازاي بصراحه. الطماطم تتحط وهتقعد بقى تطلع ترتش علينا ولا ايه؟ لا انت شوي شوي بتهرسي وبتخلطي سوا. عرفتي؟ وبعد كده خلاص. يعني هي طبعا هي العناصر هاي لما تتخلط مع بعض الميكس ده بيعطي ريحه كتير كتير طيبه وزاكيه جنب الفته الغزاويه. شايفه النعناع فيه كميه محترمه. نعناع، شبت، الفلفل، الطماطم، البصل، العين اللي هي بذور الشبت هذه كلها مع بعض مع زيت الزيتون والليمون. الاشياء هاي مع بعض بتدي كده نكهه وريحه. هي عين الجراده بصراحه بتعطي ريحه فظيعه للاكل. ريحتها قويه جدا جدا. ريحه الرز طلعت، انا مش عارفه احنا هنلحق على الروايح النهارده منين ولا منين. الرز الكبسه ريحته بتبقى مميزه. فانا بدات اشمها شويه وهنشم ريحه اللوز وهو بيتقلي ومش هتعرفي، مش هنعرف نركز في هو الحلقة. الغالب اللي انا شماه قوي وبيكون كويس اني مش مشغله على اللوز. التهيت معاكم الحمد لله انه لسه ما شغلت عليه. والرز هلا ان شاء الله ما
صار شيء. طيب تمام خلاص هنرجع لك تاني دكتوره ناهد ونشوف سفرتنا الجميله النهارده الغزاويه. بس هاي مقادير هنرجع لما نرجع نشوف مقادير الحلو ونشوف بقى موضوع الحلو ده تسنيم ونحل الموضوع ده. معانا النهارده انا فاهمه انه مش معانا ممكن النهارده ينسون ينسونيه. طيب خلينا بقى نطلع تسنيم. رجعنا لكم بقى نشوف الاكل الغزاوي الفلسطيني النهارده. على الروائح بسكوت في بسبوسه هنا بس هتكملي البسبوسه ولا هتعملي معانا الفته؟ شوفي اول شيء انا مش عايزاه يطرى خالص عرفتي. هحط كمان هنا يعني عشان ياخد الطعم اخضر بلون العزه. ايوه غزه ارض العزه. الله يحميهم ويعينهم ينصرهم يا رب ينصرهم ويصبرهم حقيقي يعني الله يقويهم ما شاء الله عليهم كيف متحملين كل هذا حقيقي يعني أكيد. احنا لو شوكه شاكت حدا من ابنائنا بنزعل وبنبكي فكيف هم يعني السوار كان طلع في تحدي مشى مش بس لا وفي شوارعهم لهم وبعدين بيروح مشي لمده 40 دقيقه بيقول لهم انا معاكم ماشي في الشوارع لمده 40 دقيقه بالرغم من محاولات الاختيار اللي كنت بتحاولوا تعملوها له او لغيره من القاده اهو انا ماشي مين يعني السنوار السنوار والضيف او غيره من ابو عبيده من القاده طالعين يتمشوا يقولون انا مروح عايزني انا ماشي في الشوارع بتاعه غزه لمده 40 دقيقه اللي عايزني يوصلني الراجل يجيبني الراجل يجيبني. دكتوره انت اخر مره كنت في غزه امتى؟ انا ما دخلتش نابلس. غزه بحياتي انا نابلسيه نابلس اخر مره رحت. طب اخر مره فلسطين عامه بقى كنت فيها امتى؟ اخر مره ولا تزال تنهيدة. يعني بصي على التنهيده تنهيده لا خلاص اخر مره كان عمري 11 سنه مع انه سابقا كنا كل سنه ننزل يعني نقضي كل الصيف في نابلس ولكن من بعد التاريخ هذا منعنا من دخول فلسطين لانه ما احنا ما معنا الهويه يعني كنا ندخل بالتصريح بعدين منعونا فلا تزال ذاكره نابلس بكل اطافيها لسه موجوده يعني ما نسيتهاش خالص يعني اكيد ولا عمرك يعني بتضل ارضك انا صح انا معي الجنسيه الاردنيه وبالعكس يعني الاردن بلدي وبعشقها وبحبها وبمتن لها كثير لكن سبحان الله بضل ارضك وجذورك واهلك وعائلتك فبتضل تحني يعني تحني تحني كثير تتمني انك انت تخلصي من كل هاي الغربه احنا من غربه لغربه لغربه تتمني انك ترجعي لبيتك لارضك ارض وطنك برا يعني فلسطين مشتتين احنا ذكرياتك كلها في الطفوله انت بتقولي 11 سنه خرجتي مع اولاد عمي ومع بنات عمي وكنا نعمل اشياء الطيارات الورق هذه يعني نطلع كده نتمشى بالجبال بين الجبال العوده قريبه دكتوره يا رب بتمنى اني بتمنى امنيتي قبل ما اموت اني اروح اصلي في الاقصى وهو عمرك ويحسن عملك يا رب وان شاء الله مش هترجعي لوحدك احنا كمان هنيجي معاك مع بعض باذن الله تعالى باذن الله امنيتي امنيتي فعلا انه انا يعني بس يعني ادخلها وهي مش ما فيش يهود فيها غير يهود ادخلها من غير يهود باذن الله يعني هذه امنيتي يعني ربنا يجعله قريب يا رب يا دكتوره يا رب ويمتع كل المسلمين بالصلاه في المسجد الاقصى يا رب يا رب دخول فلسطين وهي محرره يا رب بعز عزيز باذن الله طيب نشوف معاكم انا الجمال كله غزه والمطبخ الفلسطيني هي البسبوسه او مش قلتي اسمها ينسونيه 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 تسلم ايديكي طبعا سقيتيها شربات لا باينه شربات يعني هيك استركتها شوي تتشرب بعدين نقلتها هنا على الصحن وطبعا مفحة وملعلعة وجميلة هي هيك ريحة اليانسون سبحان الله زي ما قالت ندى بتهدي الأعصاب جدا جدا بصراحة طبعا هنا الخلطة هذيك اللي كانت تومة وليمون وفلفل حطيتها على مرقة الدجاج يعني صبيت مرقة الدجاج كنت صبها قبل فسكبت هذه الخلطة هنا شايفة فصارت كلها مع بعض مع مرقة الدجاج بيبقى طعمها لذيذ هيبقى طعمها تحفظ شو تخيلها بقى ان دي شوربة بتتشرب يا تسنيم بيكمل الحرق اللي فيها ده هي عارفة كيف هي مش شوربة شرب يعني يعني بيحط كده بيسكب الرز وبيسقي كده فوق رزه عرفتي انا الرز ما سقيته انا بس سقيت الرقاق فقط عرفتي فلما تيجي تاكلي حتصبي كده فوق الرز وتاكلي طبعا الدجاج اتحمر حطينا اللوز والدق الغزاوية الدق الغزاوية سلام يا سلام وأهلا وسهلا فيكم بالمطبخ الفلسطيني يا أهلا وسهلا فيكي في أهلا بفلسطين ومطبخ عندنا في المطبخ المصري إن شاء الله يا أختي عليكم أنا كتير بعرف أكلات منكم من عندكم يعني بس مش راضي أتعدى أنا لا لا عادي لا أنت عليك تخشي المطبخ المصري طبعا ده تتشرف الأكلات المصرية الله يسعدكم يا رب أنا اللي متشرفة فيكم ربنا يكرمك حبيبتي احنا سعداء جدا ختام الأسبوع يكون معاكي ختام
بالبسك كده وجميل وبسفره جميله وعمرانه بالاكل الغزاوي الجميل الحلو. وان شاء الله يكون لنا لقاءات معاكي تانية متجدده، وعلى طول بقى نشوف بقى نابلس وغزه وكل كل الاكل الجميل. عايزين هندي، عايزين سعودي، عايزين اماراتي، عايزين فلسطين كتير الفتره اللي جايه. حاضر حاضر. شكرا. فلسطين روحي، فلسطين روحي في القلب، في القلب ان شاء الله حنرجع لها سوا ان شاء الله. باذن الله. شكرا لك يا حبيبتي. شكرا لك يا تسنيم. شكرا. مبسوط لك يا ندى ولكل مشاهدينا في كل مكان، ونخص بالتحيه اهل غزه. احنا في ناس كتير بتتابعنا من غزه وبتتواصل معانا. غزه ارض العزه. فشكرا جزيلا لكل المتابعين من كل مكان. نسال الله سبحانه وتعالى فرج قريب يا رب لكل الامه العربيه والاسلاميه ولفلسطين يا رب، وندخلها محررين اللهم امين. نلقاكم ان شاء الله في بدايه اسبوع جديد يوم الاحد 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، ودمتم في أمان الله ورعايته.